وهو صراحة الله المنتخب ديال الفوتبول صال يعني فرجنا بزاف وحقق اللقب الثاني اللي كان اللقب الاولي داه العام اللي فات واللقب الثاني داه هذا العام. صراحة الله مكرناش حتى المنتخب الوطني لكرة القدم حتى هو يكون عنده داك الطموح وداك العزيمة يكون عنده حتى هو هذاك الطموح العزيمة باش يجيب لنا حتى هو شي كوبا ان شاء الله. ولكن خص يكونوا ولاد البلاد اللي يكونوا كيلعبوا بحرقه على على على, 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 على القميص الوطني ويحققوا نتائج ان شاء الله. الرساله ديالكم وجهها للمسؤولين انهم يتهلاو في الملاعبيه ويعملوا مثلا يعملوا شي مدرب اللي هو يكون قد المسؤوليه واللي قد يتحمل الاعباء ديال داك الضغط وهذه باش يجيب لنا ان شاء الله شي كوبا. السلام عليكم. اولا عاش مبروكه وعيدك مبارك. كنا الفريق المنتخب الوطني في التوصاله واش باش نقول لك ما كرهناش حتى المنتخب فريق كره القدم يدي معنا يعني ولو يتاهل الناس بعد هناك في كاس احسن كاس العالم وكنتمناو له التوفيق وان شاء الله كنتمناو يجيونا شي مدرب يكون ولد البلاد واللاعب كبار يعيطوا لهم. لا خصنا مدرب يكون محل يكون كيلعب على القميص الوطني فهمتي كما كيجيبوا اللاعب مثلا كيجيبوا اللاعب ولد البلاد وحنا خصنا المدرب يكون ولد البلاد يعني ولعب على تشاكيتا اش باش نقول لك كنشوفوا شويه اش ناقص يعني عنده مشكله مع اللعابه وكاين الاداره كاينين بعض العناصر خصهم يخرجوا منها الصراحه. من ناحيه المنتخب الكبارين كيخصهم بعدا شويه يزيد النفس على بلادهم ياك وبلوس كنظن ما البلاد كامله ما فيها شي 11 لاعب كفؤ ما كنظنش كاين خير دليل على هادشي هما اللي داو البطوله ديال كاس العرب وكنظن الا كان شويه يزولوا ديك باك صاحبي شويه تحسن المنتخب من فيه باك صاحبي ما يكون والو صراحه. حتى المدرب ما عندوش شي نظره على يعني ما عندوش شي نظره بعيده في الكره عنده افكار محدوده فهمتي ولكن اطر مغربيه تبارك الله عليه كفاءات وكذا ولكن ما كيعطيوش الفرصه دونك باك صاحبي باقي فيها باك صاحبي وعاد بلوس كتدخل الجامعه في بزاف القرارات ديال المنتخب عليها باش كيكونوا هاد العراقيل هادو من ناحيه كنظن انا ماشي في الكره في كل ناحيه يزولوا باك صاحبي شي شويش ويعطيو كفاءات الكفاءات حتى الصراحه البلاد هادي ما كيعطيوش الكفاءات للناس. انا قلت لك ولد فلان اجيب حالك ماشي ولد فلان رياح فهمتي عليا ما نتقدموش وما نتقدموش ونطلبوا الله خير وكاملي كنبغيو بلادنا وكنتمناو هاد الشيء القدام عليا كنهضروا زعما من هاد الناحيه. تفرجتي في المنتخب ديال الفوتبول صالة ياك؟ اه كيفك جمال؟ واعر زوينه كيلعبوا مزيان؟ اه احسن منتخب كبارين؟ احسن منتخب كبارين؟ اه خصنا تما يدير كوبا شنو خصهم يعملوا باش يدير كوبا؟ يربحوا يلعبوا مزيان؟ اه شنو اللي سايد ياك كتوجه للاعب شنو كتقول لهم؟ لعبوا مزيان باش ديو كوبا خاص بعد ان يكونوا مسؤولين في المستوى المسؤولين هما اللي كيجيبوا اللاعب هما اللي كيخطوا كل لاعبين اللي في المستوى كاين بعض اللاعبين في الانديه ديالهم ما كيلعبوش كيفاش غادي يكونوا في المستوى وما كيلعبوش انا كنظن السبب ديال المنتخب هو في المدرب خليل وزيد وداك الشيء كيبقى عاود الراي ديال كل واحد. هي اصلا المشكل دابا كاين في الجامعه اصلا قريب لهاد الجامعه ديال سميتو يقدر يحقق شي نتائج بعد لا والو اصلا واخا يجيبوا المدرب ديال الصاله اصلا ما خدامش هذا يعني. اصلا هو يلا عنده مع الصاله ما عندوش مع ملعب كبير ولا شي حاجه واصلا هما من احسن كرير ضد المدرب اللي كانت تما قديم يا ربي يقدر يحقق شي نتائج بعد خصهم ملعبيه هما اللي خصهم اللي ناقصه لاعبيه واش ملعبيه ضعافين ولا مش بس المنتخب هما اللي ضعافين ملعبيه اللي المنتخب اللي ضعاف خصهم ضروري يزيروا راسهم يعدلوا لونتريمه مزيانه. شنقول لك كينقصهم بزاف د الحاجات كاين التاهيل كاين المبادره ما كاينش الاعتناء حنا المغاربه خص غير اللي يعتني بهم. الرساله ديالي للمسؤولين على الكره والمسؤولين ديال المغرب كاملين كنتمنى يعطيو شويه د الاهتمام للشباب حاليا راهم ضايعين اقسم لك بالله العظيم راهم ضايعين باغين يعني يطمحوا يعطيو ولكن ما لاقينش معامن يعني لا اله الا الله وصافي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.